السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الرائعون أيها الرائعات، عدنا والعود أحمد. اليوم عندنا كوكتيل مع إلياس، عندنا اليوم فيديو اللي كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. غادي نجيبوا فيه شي حويجات اللي هما من قاع الخابية وغنقدروا نضحكوا واحد شوية، ولكن الأهم هو نفيدوكم بشي حوايج اللي ما كيعرفوهاش بزاف ديال الناس. قبل ما ندخلوا الموضوع، كاين جوج ديال الحوايج وبعجالة. المسألة الأولى، الله يجازيكم بخير وحاولوا تحمروا لي وجهي، حمروا لي وجهي باش هاد القناة هذه اللي كتشوفوا زكريا نيوز الله يخليكم راه كيتعرض لبزاف ديال المشاكل. الرابط في التعليق الاول، دخلوا الله يخليك، قولوا ليه راه جينا من عند طومبيغ مسيو الياس محبوب الجماهير، الله يخليكم دخلوا. واللي مازال ما مابونيش يتابونا، وكنشكركم جزيل الشكر، كاين عنده مشاكل شويه كثيره. اذا المساله الثانيه قبل ما ندخل في الموضوع، وهي مهمه ومهمه للجميع الاخوه والاخوات، غتشوفوا معايا كاملين كتعرفوا نظريه التطور، مع انني انا ما كنامنش يعني كما كيامنوا بها يعني الفلاسفه وكذا، ولكن هناك تطور، لا من ناحيه العمر ولا من ناحيه الشكل ولا من ناحيه الطول، هذه نقدروا نتفقوا عليها. اذا باش ما نطولش عليكم، غادي تقولوا لي في سؤال الاسبوع، واللي بغى يربح 1000 درهم هو اللي التعليق ديالو غادي يحوز على اكثر عدد من اللايكات. اذا السؤال هو، شكون الجنس اللي كان هكا بهذا الشكل تحت حكم المغرب، ومن اللي كان تحت حكم الإسبان كان بهذا الشكل، ومن اللي كان تحت حكم الأتراك ولا هكا، ثم تحت حكم فرنسا هكا، ثم تحت حكم العسكر التابع لفرنسا ولا هكا، ولا كياكل خوه؟ إذن أحسن سؤال غادي يربح معنا جائزة 1000 درهم. شكرا لكم. غادي نمشي والله يخليكم لواحد المسألة اللي هي مهمة ومهمة جدا، التواطؤ ديال البرلمان ديال الاتحاد الأوروبي مع الكيان الكرغولي. واش هاد المسألة يقدر يدخلنا فيها الشك؟ كاين اللي كيقول اه 100%، كاين اللي كيقول يمكن، كاين اللي كيسول على الدليل ومن حقه. إليكم الدليل، واحد من الأدلة، 500 منظمة غير حكومية من الأقاليم الجنوبية راسلات مجموعة الصحراء بالبرلمان الأوروبي باش يحقق في وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، في مخيمات ديال الخيم والعجاج والعقارب، شوفوا حقوق الإنسان، ولا في الكيان الكروب في جيتهوك في هاد الجارة الشرقية. فكان الرد الإخوة والأخوات الكرام هو دعوة أو استدعاء الانفصالية السلطانة وكذلك أميناته اللي كيحرضوا على الإرهاب وكيفتخروا بحمل السلاح وكيدعوا على أنهم حقوقيات. إذن هل هناك تواطؤ ما بين البرلمان الأوروبي وما بين بني كرغول بسبب الغاز وبسبب الرشاوي أم لا؟ هذا واش دليل قاطع أم لا؟ البرلمان الأوروبي سؤال، هل يدعم الإرهاب بوجه مكشوف؟ نعم أم لا؟ مع ادعائهم بالحقوق وحقوق الإنسان، ولا المغرب آه دخلوا فيه من هنا ومن هنا ومن له، ولكن ملي كيتعلق الأمر بالغاز وما جاوره وما يحيط به، هنا آه أسد علي وفي القتال ماذا؟ وفي القتال نعامة. وملي بني حمرون مع بني كلبون كيتفقوا، ملي كتجمعهم المصالح المادية. ولكن ما تخافوش ما تخلعوش إخواني وأخواتي، كما غادي تشوفوا في الفقرة اللي من وراء هذه كيفاش انهار كل شيء، الملايير المليارة ديال الغاز اللي اعطت الجزائر ماكرون والرئيسة الوزراء الفرنسية في الشهور كلها، والزيارات المتتالية، وديك البطبوطة ديال مجيدو الصوتة ما كاين غير مح 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 من طرف ماكرون. عقلتو راه حتى قلنا صافي راه ربما وقيلا غيطلق مرتو، ما عليناش، غادي نشوفوا هاد الشيء هذا قريبا في الفقرة الجاية. أرا دابا نبقاو في الموضوع، العصابة ديال البوليزاريو الله يخليكم، غادي نتسمعوا وردوا عليا الخبر. العصابة البوليزاريو كتدخل البرلمان الأوروبي بالبادج بالشارة ديال السفارة الجزائرية، أي نعم من البوليزاريو، يعني يقدر يكون كينتسب لأي دولة، إما جزائري وإما من تشاد وإما يعني من يقدر يكون انفصالي، يعني كان من عندنا وبايع راسه وبايع عمه وبايع قبيلته مثلا، ويدخل باش بالشارة أو الباج ديال السفارة الجزائرية، ولا من حسيب ولا من رقيب، وما كانش اللي قلبوا
إذن سؤال مرة أخرى، هل هناك تواطؤ ما بين البرلمان الأوروبي والكيان الكرغولي؟ سمعوا معايا هذا المقطع ديال الفيديو الله يخليكم، ثم نعود. باش كيدخلوا البوليزاريو البرلمان الأوروبي تدخلوا بلي بادج ديال السفارة الجزائرية، إذن عندهم دي بادج طول طون، يعني دائما بادج الى عندك ديال السفاره قلت لك تدخل، ماشي تمشي عاد تطلب البادج. حنا المغاربه فاش كنمشيو كبرلمانيين خصنا كل مره ترسلوا ايميل تنقول لهم حنا راه نبغي نجيو ونديروا الزياره وبغينا نشوفوا فلان وبغينا نشوفوا فلان، وكنجلسوا بشفافيه الى غير ذلك، وتنطلبوا لي بادج. لي بادج معروفين وعندنا هاد لي بادج هادو في كل مره كنطلبوهم، هادو تيدخلوا بلي بادج ديال السفاره الجزائريه ما تيتقلبوش الى غير ذلك، وتدخلوا كانهم يعني جزائريون. من هذه اترك لكم هذا الامر، هذا معطى، وحتى انا بدوري غادي نقول لكم مني الخبر ومنكم التعليق. وغنمشيو دابا وغادي نشوفوا هاد الشهر ربما كامل اكثر حاجه اللي ضرات بني كرغول واللي هلكتهم في صحتهم واللي بينات ليهم بالملموس ان 50 سنه تقريبا ديال الاموال اللي انفقوها، نعم انفقوها، وعادت عليهم حسره وطوابير في بلدهم. نشر الفيفا عبر صفحته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الذي يتضمن تيفو عبارة عن خريطة المغرب كاملة مكمولة، وعلق علينا عم تيفو ملكي في مدرجة مولاي عبد الله، أهلا ريال مدريد، مرحبا بكم في معقل أسود الأطلس. وشوفوا معي الصورة البهية، نعم الصحراء مغربية، ولا عزاء للحاقدين ولا عزاء لبني كرغول وكل من هم على شاكلتهم. إذا الإخوة والأخوات غادي نشوفوا دابا في موضوع آخر، البارح حضرت عليه في اللايف وكيتكلموا عليه يعني القنوات والجرائد والمجلات في فرنسا في تونس في الجزائر في المغرب، وهذا الموضوع ضروري ما نعطيوه شوية حقه. القضية ديال أميرة بوراوي الجزائرية، أميرة بوراوي تم التهريب ديالها، كيقولوا على أنها صحفية ومعارضة، تم التهريب ديالها مع أنني أرى أن الممثل ديال السفارة الفرنسية ومعانا عام سيدي المخزن ديالهم، وهما اللي داوها معززة مكرمة في الطيارة حتى نزلت في فرنسا في ليون، حتى لهنا واضح، وكانت محكومة بالحبس عند بني كرغول وضاربينها ما نعرف 2020 دوزت شوية ديال الحبس، ومن بعد ضربوها بعامين، وهي كتحمل الجنسية الفرنسية وعندها ولدها في فرنسا، دخلات تونس حارقة يعني بطريقة سرية باش تمشي لفرنسا، عاقوا بها، كانوا غير ردوها للجزائر، عياط ماكرون السفارة مشاو نعم سيدي، قال لك لا شوية نعم سيدي، هو يقول لهم ماكرون هي راه فرنسا هذه راه الماما بتكلمكم يا حبيبي، هو يدير نعم سيدي بعكس الدستور والقانون التونسي، قرار رئاسي تسلم لفرنسا ولا تسلم للجزائر، الجزائر وتونس بجوجهم مقاطعتين فرنسيتين، ولكن تونس ولاية جزائرية، إذا اش غادي يوقع هنا؟ غتحمق الجزائر، غادي نتسطاو النظام العسكري الجزائري الإخوة والأخوات، بالمقابل يعاقب من؟ يعاقب المسافرين التونسيين عبر المعبر الحدودي ما بين البلدين، ما بين تونس والجزائر، التوانسة اللي بغاو يدخلوا من المعبر الحدودي جبروهم قال لك على التخلص من كل المشتريات الغذائية وغير الغذائية التي حصلوا عليها داخل الجزائر أو اقتنوها أو اشتروها كما يحلو لكم. إذن الجزائر قبل المغادرة نحو الأراضي التونسية كتقريسي وكتسلب الناس حوايجهم وماكلتهم كلهم، التوانسة يلا التوانسة ردوه علينا إن استطعتم، ألم نقل لكم أن الكراغلة ولو كيعتبروكم ولاية جزائرية، فين هي ولا تزير وزيرة وزرة أخرى؟ يلا أميرة بوراوي عطاتكم الشحط، تصوروا معايا البارح نشرات في الصفحة ديالها الرسمية، أميرة بوراوي الصحفية والمعارضة كانت مع ديك جمعية أو حركة بركات في الجزائر، إذا دارت نعم سيدي البارح واحد الصورة، هذا البوست هذا أنتم كتشوفوه قدامكم، وشوفوا قراو معايا اش كتقول لهم الشنقريحة ومجيدو الصوت وكتعطيهم الشحط وكتقول لهم أنا كنشرب القهوة وكنضحك عليكم، يا الفاعلين يا التاركين يا الخبر في راسكم، واضح بوست كبر لي الشاشة وطلق لي البشاشة، قريتوه كاملين
إذن عام سيدي شكون هو السبب ديال هاد الروينة هذه كاملة؟ الجزائر داخل التلفات ما عرفت ما تدير، وهي تعيط السفير ديالها اللي في فرنسا. من أجل ماذا؟ من أجل التشاور. عينا من سمعوا من أجل التشاور، كيخليوها غير تكتبرد وكيردوها بحال العروسة الغضبانة. وعلى التشاور يود، ولكن شكون السبب ديال هذا الشيء كامل؟ هنا وصلنا المربط الفرنسي. سيداتي وسادتي، المخزن المغربي، المروك هو السبب؟ غتقولوا لي لا ما يمكنش، حتى هادي ما نقبلهاش. مع ابن كرغول كل شيء ممكن، فحال لي مع قال هذاك مع أرييل كل شيء ممكن، حتى مع ابن كرغول كل شيء ممكن. ويتم إقحام المغرب في ملف أميرة بوراوي. سيداتي وسادتي، شوفوا معايا الإعلام الرسمي، وكالة الأنباء الجزائرية تحت عنوان خذوني بلطفكم الله يخليكم، بغيتكم تمشيوا معايا تدبروا معايا كما غيتأكد لكم من طرف هذا الشيء اللي غنحط لكم، مجيدوا الصوتة مشى ليه كل شيء هباء منثورا باعتراف الإعلام الرسمي الجزائري. يا الله نعم سيدي، كل شيء في الميكا. المصالح الفرنسية، هذا هو العنوان الأبرز، المصالح الفرنسية. البربوز تسعى إلى القطيعة النهائية مع الجزائر. يا سلام، القطيعة النهائية ياك عطيتوهم الملايير ديال النفط باش زعما راه حنا راه وليتو زعما ودابا ها باش غيوليو يقلبوا لكم على شي سبب اخر، وغتبداو عاود الضمصه واللعبه من جديد، عاود ارى لي حتى يديروني ماكم الجفاف تما، توليو هكا توليو تسعاو واخا ما نتوما لو جا السعايه. لا لا، داكشي ما كما هذا المثل ما بغيتش حشومه نقولها، ما نتوما بشريحه ما نتوما شي حاجه صحيحه، حتى هذا المثل تنسى عليا واقيلا ولا ما عليناش. حنا غادي نقولوا لكم اشنو هما كتبوا. امراه ليست صحفيه على اميره بوراوي ولا مناضلة ولا تحمل أي صفة، يتم إجلاؤها إلى فرنسا، وفي ظرف 48 ساعة يتم استقبالها وتمكينها من التحدث في البلاطوهات ديال القنوات التلفزيونية العمومية، وذلك دليل على أن المخابرات الفرنسية أعلنت التعبئة العامة لخبرجيتها، وبات هدفها واضحا. هادو دابا الإعلام الرسمي، وكالة الأنباء الخسائرية قال لك المخابرات الفرنسية وكذا، ولا الهدف شنو هو هاد الهدف؟ احنا غادي ندقة دقة هاد الهدف هذا، غنكملوا مع بعض وغنفهموا. الجميع يقولون، الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية الفرنسية. واو، كاين هدف وكاين خطة، شنو هي هاد الخطة؟ هاد الخطة هادي اسمع، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين وخبرجية وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية، وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري. ايه زيد، لا يخفون ولعهم وتبجيلهم. ايه زيد للمخزن، وري السيد المخرج، وري من المصدر. لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن. إذن كيخدموا أجندات، الخطة والهدف هو إرضاء المخزن. وكيقولوا هنا تبعوا معايا، إنه لمن المؤسف رؤية كل ما تم بناؤه بين الرئيسين مجيدوا الصوتة، هما كيقولوا تبون وماكرون، تبون وماكرون لفتح صفحة جديدة بين البلدين ينهار، ها وشهد شاهد من أهلها، وحدوث القطيعة لم يعد بعيدا على ما يبدو. هنا غنتوقف مشاهدين الكرام، الجمهور ديالنا العزيز الغالي، واش قلت لكم حتى يتفعدت في عشرات في الفيديوهات كنقول لكم راه ما يهمكمش رئيسة الوزراء ديال فرنسا، ما يهمكمش ماكرون وهو يبصبص في حنكي البطبوطي ديال تبون، كنقول لكم ما يهمكمش راه هيك يجريسيوهم، لأن فرنسا ذكيا ديك الذكاء الخبيث والماكرو كذا، أما هادو راه عدو مكلخ، هما اللي سمونا بالعدو الكلاسيكي، أما كلخ في عقلهم الطرطية، الطرطية الأومليط عندهم في الدماغ ديالهم، وإلا ما كانوش يأكلوا اللحم ديال الحمير. إذن كنت كنقول لكم بالله راه غيهرفوا عليهم مزيان وغيديروا لهم مسا
وغادي يوقع التقرق فحال ما كاين والو ما بين عشيه وضحاها فحال اللي دارت لهم اسبانيا تاخذت منهم حتى 2030 العقد ديال الغاز وهي تعترف بالصحراء المغربيه عطات ليماهم باق رصاصه الرحمه يلا كلاب القرنه يلا جاوبونا على هذه الشهاده معطيات حقيقيه واقعيه اه المغرب المخزن عام سيدي هو اللي دار هاد الشيء هذا كله لأميرة بوراوي وأميرة بوراوي يا ولد يا العصابة ولاد الحرام لانتوما يا الخبرجية ديال بصح انتوما يا الحلايقية يا الإعلام والأبواق المأجورة ديال الجزائر دخلت عليكم بالله من اللي هي لا هي صحفية شتو بداية المقال لا هي صحفية ولا هي معارضة وعلى سحبتو السفير علاش مجيدو الصوتة شخصيا سحب السفير ديال الجزائر من فرنسا من أجل التشاور وناش مادام هي ما هي معارضة ما هي صحفية وليست لها أي صفة على حسب ما قلتوا انتوما تكذبون وتهريفون بما لا تعرفون ما أقول لكم دائما الإخوة والأخوات في إطار الحب والحنان والعطف والوئام الكذوب كيجري لماكم في الدم يا أحفاد مسيلمة كيف ما يعني في حل أكسجين كتنفسون المغرب قال لك المروك إذن واش المغرب غادي يجاوب واش غادي ينكر ها نعم المغرب يعترف أنا اللي عملتي كده يا حبيبي أنا اللي عملتي كده اعتراف واضح أميرة بوراوي أمير معارضة مسكينة كذا كنتو غادي يا ولد الحرام كنتو غتفصلوا لي أنا عام سيدي هذاك كتوهم على حسب المقاس وتصيفطوها مسكينة تغمل ينوض ليها الربع في قاعها مسكينة وينوض ليها العشلوش في راسها وينوض فيها الشندقورة بالحباسات مسكينة كانت والو هي تقع كمعارضة بحال اللي كيعا ودابا معارضين وصحفيين الإخوة والأخوات قريت في الإعلام الإسباني هاد اليومين صحفيين وناس زعما كيحرقوا في الفلوكات تصوروا معايا صحفيين هادو اللي اما ما كتعطى ليهمش الفرصه مع الـ مع الـ مع العسكر مع الكبرانات يكونوا ابواق او كيكونوا فيهم واحد النوع ديال النزاهه وباغيين يكونوا احرار ومساكن كيحرقوا هكاك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم شوفوا معايا هنايا سيداتي وسادتي كنعرفوا كاملين في بلد جهتهك يستقبل الوفود الرسميه بحافلات السجون تقول غير غاديين يديروا اعاده تمثيل الجريمه هما غاديين يلعبوا الكره وكيسميوها ما نعرف شنو وكيهضروا شنو هذا قال لك الشعني والله الا مساخيط ولا هذيك الالعاب المائيه ديال 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 التبون هذيك ما نعرف شنو ديك اللي مصيبه كحله ديال الحباسه ديال غوانتانامو الكيران اجيو تشوفوا معايا اكادير اليوم تتزين بحافلات حضارية جديدة تنقل عموم الناس ما أروعك يا بلدي هكذا قال المعلق شوفوا معي شو كبر الشاشة الله يجازك بخير شوف هذه في أكادير لأي واحد يقدر يركب ما عرفتوش بربعة درهم ولا بخمسة درهم هنا الإخوة والأخوات الكرام نقولوا نعم نحن في تقدم بزاف ديال الحوايج ولكن واش غادي نستقبل من سالي الفيديو ونقول هاد الشيء ديال الصادرات والناس كيتشكوا من غلاء الاسعار مطيشه ب 12 درهم والبطاطا كذلك وما نعرف شنو هادي وهادي وهادي فالاخوه والاخوات الكرام اي واحد اللي كيشوفنا كنهضروا كندافعوا على بلادنا وكنردوا على الاعلام ديال اللي ما بيتسموا على كلاب القرنة على خوانس الداخل والخارج ويقول رحنا ناسين هادشي اللي دار الناس من غلاء الاسعار راه كاملين كنحسوا بنفس الاحساس والله يعلم كان على نفوسنا وعلى الناس وداكشي ما نعاود ليكمش هنا راه هضرت في اللايف البارح وهضرت في الفيديو الاخراني وهضرت وكنقول على ان كاين بزاف ديال الحوايج السلطات خصها تتحرك اخنوش خصو ينوض يتحرك ما يديرش يعمل نفسك ميت وهذه كنقولها بوجه مكشوف وهبي داك كثرت بلا بلا وكثرت يعني استفزاز يا الشعب المغربي وداك فهمتي ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى كانه غيبقى قاعد في هذا الكرسي لو كان دائم لدام لفرعون ومن جاء بعده ها فاهضر على غلاء الاسعار وديروا شي حاجه الا انتم كديروا مشروع قوانين مشروع قوانين ويكون الحبس الا انت وزير العدل وهاد الفضيحة اللي داير مع المحامين وهاد الروينة وهاد التقاشر وهاد من تحتها وهاد التخربيق ديال بزاف والله السي وهبي المحترم بكل احترام وبكل تقدير غادي نقول لك من هاد المنبر ريحتك عطات
كانوا الناس كيعلقوا على العدالة والتنمية، ودابا كاين اللي يتمنى، كاين اللي يتمنى دابا يرجع الوقت ديال سميتو رجل عمتي هذا اللي الروبيني شنو العثماني، السي العثماني مع كامل احتراماتي ليه، ولا هاد العنجهية وهاد الاستفزاز وهاد الحقرة اللي كدير السي وهبي. هادشي اللي كدير راه عجيب وغريب، راه ما سبقوكش، راه اللي جيتي تشوف تاريخ المغرب راه قلال اللي دازوا في حالك هكا. وباش يعني كاين الناس بزاف كيعلقوا عليك في كل وسائل التواصل الاجتماعي، وانتوما كتستهينوا، يعني كنقصد انت والامثال ديالك السي وهبي المحترم، يعني كيجي بحال زعما عادي وسائل التواصل الاجتماعي، وراه وسائل التواصل الاجتماعي راه ولاو هما اللي كيحركوا العالم، وراه الناس ما كيهضروش غير هكاك جزافا، راه ما يمكنش انت هكاك المكالمه ديالك كنسمعوها ونعاودوا نسمعوها، راه غنسويو داك الشيء هكاك بطريقتنا ولاش قلتي ومن تحتيها، وانت زعما كتمثل العدل ها، ودايز زعما في المحاماه، ودابا هادشي هذا الاخر نجي نعاودو ليك راه خصو يتكتب في مجله ولا في كتاب، فهادشي راه بزاف ما يمكنش ما يمكنش. انا بلا ما نذكر ديال اخ نوش وانت كتتهمو 4 سنين، انا غير هذيك كنت من اوائل الناس اللي علقوا عليك واللي استغربوا كيفاش تعطاك حقيبه وزاريه، كيفاش؟ انا استغرب اعلن استغرابي ولا زلت. انت كنت كتقول اخ نوش شفار وكلا من اموال او من جيوب المغاربه، من اموال الشعب 27 مليار ديال الدرهم ولا ياك، واش كاينه عباد الله اخوتي المغاربه خلاها هذاك واخا، ما واش هادشي كاين ولا ما كاينش؟ والنهار اللي نجح في الانتخابات وديرتو داك فهمتي هادي في هادي وعاودتو الضمصه بيناتكم تعانقتو وكذا وليتو كتضربوا البن ديال لبعضكم، وهانتوما غاديين والناس مساكن راه كيعاني سيد وهبي المحترم، الناس كيعانيو، الناس كتألم بسبب غلاء الأسعار أغلبية الحوايج أو على الأقل المسائل اللي كيستهلكوا اليومية ولا ستريبل. لماذا؟ واش هاد العرض قليل والطلب كثير وباقيين كتصدروا وتخرجوا في الرموكات، وتلقى هادوك الاغنياء لي ملياردير اللي كيخرجوا في هاد الرموكات ويديروا العقود مع دول اوروبيه، ها تلقاهم عندهم دوبل ناسيوناليتي، وتلقاهم الفلوس ديالهم الله اعلم فين كيحطوهم، هاد اللي كيشدوا هاد الغرق ديال الاموال باش واحد يترفه مزيان، وتلقى الناس نعم سيدي في الاسواق كيتشكوا الفيديوهات كيخرجوا من هنا وهناك، هادشي راه ما نقدروش نغطيوه. واش كتقلبوا على احتقان اجتماعي ولا انتم الدور ديالكم هو تعاونونا وتعاونوا البلاد على السلم الاجتماعي وعلى الامن والاستقرار؟ راه خص استقرار النفوس اولا. سي وهبي اخر ما ساقول للاخوه والاخوات، لان غادي نزيد نتقلق، انا راه كنهضر من قلبي ديريكت فاس، اما شحال من واحد كيتجاوز هذه الهضره هذه كاع، غادي نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. كان معكم محبوب الجماهير وصديق الملايين في هذا الفيديو، الى اللقاء.